الدكتور أنس أحد أطباء الامتياز في وزارة الصحة الأردنية، بانتظار تعيينه حاله حال أبناء جيله من الخريجين الأردنيين. شارك في اعتصام الأطباء في مستشفى البشير سعياً لتنفيذ مطالبهم في التعيينات والاختصاص. مش شايف حالي راح أتعين السنة الجاي أو بعد الامتياز حتى بثلاث سنين، إنه زملائنا صاروا من 2013 متخرجين ولسه ما تعينوا، فإحنا بنطالب بحقنا وبحق زملائنا كمان. إلغاء جميع التعديلات على عقود الإقامة وانفكاك المقبولين لبرنامج الإقامة في وزارة الصحة وتقييد بعثات الاختصاص في الوزارة بأبنائها وتحسين أوضاع الأطباء كانت أبرز المطالب في الاعتصام الذي نفذه أطباء القطاع العام في العاصمة الأردنية عمان. في عندنا مشكلة في التعيينات ومشكلة في الانفكاكات، في عندنا مشكلة في الحوافز، النقطة عم تتآكل وعم تتراجع، في عندنا مشكلة في عدد الكوادر اللي بتقدم الخدمة، في عندنا مشكلة في نقص الاختصاصات، في عندنا مشكلة في البيئة اللي بيعملوا فيها الأطباء، بيئة غير مريحة مطلقا. هذه كلها الأعباء بتتطلب منا كنقابة نراعي شؤون منتسبينا، وبتطلب منا كمان أنه نلبي مطالبهم أو نلبي نرفع صوتهم عاليا حتى يستطيع أنه يحققوا بيئة يعني مناسبة للعمل. أول شيء أنه يزيد على الأطباء بتعينوا سنويا، والشيء الثاني أنه يكون في تحسين على الحوافز المعطاة للأطباء حتى أنهم ما يهجروا الصحة ويتركوا العمل في أماكن أخرى. أيضا في مشاكل أخرى في هذه الوزارة، إحنا عندنا أطباء كل طبيب يرغب أنه يصير اختصاصي. اعتصام هو الأول للأطباء الأردنيين ويعد مقدمة لتصعيد قادم إن لم تستجب وزارة الصحة لمطالبهم وتحسن أوضاعهم، حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان من أجل متابعة الخطوات القادمة. مطالب عادلة للأطباء الأردنيين من أجل تعديل بعض القوانين التي تمس حياتهم المهنية، الأمر الذي سينعكس على متلقي الخدمة من أبناء المجتمع الأردني والقاطنين على أرضه. دعم الكردي، قناة الغد، عمان.